انا جات اوباك، انا فرحانه بزاف لانني كنشارك في بالحمل ديالي في الشهر التاسع. يعني واحد الفرحه كبيره بزاف، يعني درت واحد الحاجه اللي اول مره تدار. اول حاجه كنشجع الزوج ديالي لان هو اللي شجعني على الفكره من بدايه الحمل ديالي. قال لي استمري ما توقفيش، فاش عرفت بانني حامله قال لي بقاي واستمري، شجعني بزاف. كنشكره بزاف هذا النهار هذا لانه ليه الفضل الاكبر باش انني نبقى كنتريني وحامله.